مساء الخير، هذه أبرز العناوين. مجلس الوزراء لم ينعقد، فقررت هيئة التنسيق السير بالإضراب المفتوح. كتلة المستقبل تشارك في اجتماع اللجان بحضور الحكومة للوقوف في وجه قانون اللقاء الأرثوذكسي. وزير الصحة يعمم وقف استقبال المرضى على حساب الوزارة، ووزير المال يتعهد بدفع المستحقات غدا. نشرة أخبار الثامنة من الـ LBC مع بسام أبو زيد وجوزيان رحمي. مساء الخير. واختلط ملفات الحابل بملفات النابل بين السرايا وساحة النجم، والجامع المشترك بين كل هذه الملفات هو الغموض غير البناء. فإذا وضعنا جانبا الكلام العلني المنمق، سواء الذي قيل في السرايا عن السلسلة أو الذي قيل في ساحة النجم عن مشاريع قوانين الانتخابات، فإن الواقع الذي لا يختلف عليه اثنان هو مشاريع قوانين الانتخابات في المربع الأول وسلسلة الرتب والرواتب في المربع الأول. ولو كان الأمر غير ذلك لكانت الأجواء من ساحة النجم أكثر تفاؤلا، ولكان الدخان الأبيض صعد من السرايا الحكومية بعد اختلاط الحابل والنابل اليوم، وصارت الأوضاع الانتخابية والمعيشية مفتوحة على كل الاحتمالات. انتخابيا، هامش الوقت يضيق فيما الهوة تتعمق بين رافضي قانون اللقاء الأرثوذكسي ومؤيديه، ومنسوب التحدي يرتفع بين الحكومة وهيئة التنسيق النقابية. هيئة التنسيق على إضرابها غدا، أما الملف الذي طفى على السطح فهو ما استجد في ملف الاستشفاء. وزير الصحة أصدر تعميما قضى بوقف استقبال المرضى على حساب وزارة الصحة اعتبارا من يوم بعد غد، بسبب عدم صدور مرسوم تخصيص اعتمادات الاستشفاء للمستشفيات الخاصة والحكومية. لكن وزير المال أعلن عن أن دفع مستحقات المستشفيات اعتبارا من غد، ما سيؤدي إلى عودة وزير الصحة عن قراره غداً.